تعرفوا انه القطاع هذا قاعد من عام الاول وعنده محطات نضاليه قاعد يخوض فيها ومازال التو ما توصلش لمطالبه. المساله وين؟ بعد ما ندتنا وزاره التربيه في وزاره الشؤون الاجتماعيه كنا نتصور ان باش نلقوا الصيغه الملائمه للحل. هي بعض النقاط اللي قاعدة تعالقة بينه وبين وزارة التربية اللي هي الترقيات الاستثنائية، وزادت نقطة جديدة اللي هي ساعات العمل اللي كنت تتحدث عليها تو. في بالنا عملنا جلسة كنا نتصور أننا نلقوا الصيغة الملائمة لحل هذه المشكلة وننجز الاتفاق. مشينا عملنا الجلسة، معنا وزير الشؤون الاجتماعية ومعنا وزير التربية والطرف النقابي، وتصورنا باش نلقوا صيغة فيه. وقع الوفاق شبه مش اتفاق، وقع الوفاق على مشروع كاد انه يخرج بالقطاع الى بر الامان، وكان باش يخرج بالوزاره الى بر الامان، ولكن قالوا حتى نزيدوا نهزوا رئيس الحكومه بعد ما اخذوه لرئاسه الحكومه، رئاسه الحكومه ترفض من جديد، وهنا نرجع الى خط الصفر، تعودنا بالاكاذيب والاراجيف. صراحه كان من غير المعقول انه واحد يخرج للتلفزه ولا للاذاعه ويقول كلام غير دقيق اقل ما يقال فيه. اليوم هو تحدث، من تحدث على ما ثماش اضراب تحدث على الضاحيه الشماليه، الضاحيه الشماليه من 90 ل 80 وهو الكاتب العام تاعها من هنا، الناس الكل معناها الاضراب موجود، وانتم تنجموا تمشوا للمدارس وتنجموا تشوفوا المدارس ثم اضراب ولا ما ثماش، رغم راهي مش معناها تونس معناها هي المرجع، كان عندكم مراسلين في الجهات تشوفوا النسب العاليه اللي توصل 98.6 بسيدي بوزيد وتوصل 98 بالقاسمين بالمئة، معناها هذا دليل على ان من المعلمين معناها متمسكين. النسبه الوطنيه 81.8 كانت اعلى نسبه، 98.6 بسيدي بوزيد. هذه النسب الحقيقيه اللي السيد الوزير تجاهلها في منطقه كرتاج، عند مدرسه بيرسا 97% نجح الاضراب، مدرسة أميلكار 100%، مدرسة سيدي بوسعيد 76%، مدرسة تانيت 36%، مدرسة حي محمد علي 100%، مدرسة الياسمينة 93.10%، مدرسة بليتارك 26%، النسبة الجملية لدائرة كرتاج تجي 75.85%، وهو أبلغ رد على تصريحه لقناة أخرى إذاعية. إضرابنا ناجح اليوم وغدوة باش يكون ناجح، لكن لنحوله إلى اعتصامات في كامل الإدارات الجهوية. اعتصام اعتصام حتى ياسر قاعدة المطالب اللي ناضل عليها القطاع واللي رفعها القطاع من جانفي الفارط إلى حد الآن، اللي هي المنح الاستثنائية، اللي هي تفعيل القوانين، اللي هي تفعيل الاتفاقيات، اللي هي منحة بداية السنة الدراسية والترفيع فيها، اللي هي منحة العمل الإداري، اللي هي منحة نهاية الخدمة، وبعض المطالب الأخرى ما هيش الآن موجودة في ذاكرتي، هذه ما تمش حتى مجرد الحديث عليها. وكل اللي يروجه سيد وزير التربية هو محض افتراءات ومحض كذب يريد أن يسيطر به على وعي وأذهان الرأي العام اللي ما يعرفش مطالبنا الخصوصية. الاعتصام قائم من البارح، دخلوا النقابة العامة، أعضاء النقابة العامة الكل، هي فيها 8 مفروض تكون 9، لكن عندنا اخ توفى فقط بثمانية اعضاء وبكلهم دخلوا في الاعتصام. دخلوا في الاعتصام هذايا في اطار ان الوزاره فمش ما تصغي والحكومه تصغي وتحلحل التفاوض، على خاطر مطالبنا في الاخر ماهيش تعجيزيه، مقابل ما قدمته الحكومه من خدمات لبرشا عباد اخرى، ودونك ونشوفوا احنا من حقنا وعم كامل نضال من اجل المطالب هذايا. واليوم الاضراب وهذايا الوقفه الاحتجاجيه جات مساندة، كانت تتعمل في العادة في ساحة محمد علي، عملناها أمام الواحد مساندة لأعضاء النقابة العامة، وفي الجهات فما نقابات جهوية دخلت في وقفات احتجاجية أمام الإدارات، وما يخفى على حتى حد احنا المطالب متاعنا مشروعة. هذا باعتراف الوزير، معناها الغريب في الأمر أن الوزارة تكون راية مطالب مشروعة وما تلبيهاش، هذا ماهوش منطق. ويتعالي له بما هو مالي، انت اعطيت لي النزل واعطيت الاعفاءات من 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 خرجتهم الثوره وما تعطيش للمعلمين، معناها هم عماد الدوله اصلا وعماد المواطن اللي باش تبناه في المستقبل للبلاد هذيا مع الدستور الجديد، باش يبني المعلم. كما ترجعلوش كرامتك، كيفاش تخرج المواطن تاع الجاي هذايا نتاع المستقبل معناها.